أعمال كلها هي طلب العلم مع الإخلاص، وساعة في طلب العلم خير من عبادة العمر. هذا الحين أحمد بن زين يقول، وقال الحين أحمد بن زين وقال عنده 100 كتاب أو نحوه، قال لو تلفت هذه الكتب كلها لأخريتها من صدري. شوف العلم إيش نحب نقول، إيش بنقول؟ لا معنى، لا علم ولا عمل ولا أي شيء ألا نتقالب على الدنيا ونتقاتل على الدنيا ونتحاسد على الدنيا ونتفاخر على الدنيا، هذا اللي معنى. قال يقول، قال لو تلفت كلها لأخريتها من صدري. هل ابغى حد حتى تقرر في الرسالة، تقرر في السبيل، ما يعرف، ما يجور، ما يعرف، بتو يتكلم عن شيء من الآيات، عن شيء من الأحاديث، عن شيء من كتب سلافنا، ما يجور ولا يقدر، ولا بدأ قراها ولا بدأ نقشها إلا في أشياء ثانية، كلها في الجوالات، يدور موضوع إلى موضوع، ناس ملاحدة يكتبون في الجوالات، يبونها مواضيع كلها، ناس ألحدوا وناس ارتدوا عن دين الإسلام بسبب المواضيع اللي يقولونها. من إيه بعيد؟ منين يبقى هذه؟ عندك كتاب الله، عندك كتب أسلافنا الصالحين، ليه ما بغيتها؟ ولا في الجوالات، ناس يغيرون الفكر، يغيرون العقل، يغيرون دينك وانت ما كداري. النساء والصبيان والشباب والصغار والكبار، وخرينا كلها عن الطريق.